مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في كلام صريح، حلقة الأسبوع خاصة عن الأمن في تنفيذ القانون، فجملة من الأحداث آخرها توقيف مقدم وملازم واثنين برتبة وكيل على خلفية ضرب الذيابات. بعد زيارة جلالة الملك لمديرية الأمن العام وسبقها تنقلات واسعة في جهاز الأمن العام بعد أحداث الشغب في مركز إصلاح تأهيل السواقة، وعليه نفذت زيارة ميدانية لمركز تأهيل وإصلاح سواقة مع الإعلام والمجتمع المدني بمكاشفة واضحة عن واقع البيئة السجنية ما لها وما عليها. لنتحدث أكثر عن دور الأمن في تنفيذ القانون نستضيف معنا الضيوف الكرام، ضيفي الكريمين المنسق الحكومي لحقوق الإنسان من رئاسة الوزراء السيد باسل الطراوني، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. ونرحب بالمديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الأستاذة غريد جبر، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، شرفتونا ونورتونا اليوم. شكرا. طيب بداية سيد باسل أستاذ تغريد، خلينا نتابع تقرير خاص عن موضوع حلقتنا اليوم مع مشاهدينا ونبدأ الحوار. كان هناك بعض الأعمال والاضطرابات حصلت في مركز إصلاح وتأهيل سواقة من جراء تطبيق القانون والتعليمات. هناك ثلة من هؤلاء النزلاء لا يرغبون بتطبيق التعليمات كما هي وميالين إلى الفوضى في كثير من تصرفاتهم. ما بعد عملية التفتيش القانونية، خليني أقول اللي هي وفق القانون مخولة لمراكز الإصلاح والتأهيل، تم إجراء بعض التنقلات ما بين النزلاء من مركز إصلاح وتأهيل سواقة إلى مراكز أخرى من مثيري الشغب والفتن. تم إحالة عدد منهم إلى محكمة أمن الدولي، وتم إحالة عدد آخر منهم أيضا إلى مدعي عام الجيزي لاتخاذ المقتضى القانوني. تصريحات مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أحمد الكفاوين خاص لقناة الأردن اليوم. كما أكد مدير مركز إصلاح تأهيل سواقة عبدالله البدور تحويل 13 شرطيا إلى التحقيق ونقل مثيري الشغب وتوزيعهم على مراكز الإصلاح والتأهيل، وتحويل 27 نزيلا لأمن الدولة و48 نزيلا لمدعي عام الجيزة بسبب أعمال شغب سواقة الأخيرة، وكشف عن تجاوزات متنوعة يقوم بها بعض النزلاء مثل الاستقواء وتنمر الأقوياء من النزلاء على الضعفاء واستغلالهم جنسيا، ولا يجرؤ الضعيف على الشكوى وخلط المسكن بمعجون قاتل للصراصير لعمل الجوكر. خلال الجولة الميدانية التقينا مع النزلاء وعبروا عن ارتياحهم وتلبية احتياجاتهم من بعض الملاحظات التي رصدتها الأردن اليوم. لا يوجد توعية قانونية أو معرفة بالإجراءات وتبعات المحكومية التي يقضيه النزيل في مركز الإصلاح والتأهيل. رفض أحد النزلاء تصنيفه في أحد المهاجع وتفضيل الإقامة في الحجز الانفرادي رغم عدم الرضا بالإقامة فيه. بعد مركز الإصلاح والتأهيل عن أهالي النزلاء خاصة في المحافظات وعدم التصنيف في المهاجع حسب الجريمة رغم التأكيد على التصنيف، مطلب مساعدة النزلاء في دفع الغرامات والرسوم لعدم مقدرة النزلاء على الدفع. لاحقا لأحداث سواقة قرر مدير الأمن العام اللواء أحمد الفقيح إجراء تنقلات واسعة في مديرية الأمن العام. وحدات الأمن العام الأخرى تخدم فترة وجيزة في وحدتكم تنتقل إلى وحدة أخرى، هاي طبيعة عمل الجهاز الأمن العام، ووحدة مراكز الإصلاح والتأهيل مثلها مثل باقي وحدات الأمن العام، بتم تنقلات داخلية ما بين مراكز الإصلاح في بعضها البعض، وبتم تنقلات خارجية من إدارة مراكز الإصلاح إلى خارجها ومن خارج وحدات الأمن ومن وحدات الأمن العام الأخرى إلى مراكز الإصلاح والتأهيل. أي شخص وردت عليه أي شبهة أو أي ملحوظة يتم اتخاذ المقتضى القانوني تجاهه، من يثبت إدانته سيتم محاكمته، وبتوجيهات عطوفة مدير الأمن العام أنه لن يبقى في جهاز الأمن العام إلا من هو صالح ومنافع لخدمة الوطن والمواطن. لكن اعتداء وقع من قبل عناصر البحث الجنائي على أكاديمي جامعي، والأمر بفتح تحقيق أظهر الفيديو المتداول تجاوزا في استخدام القوة. مع معاودة تناول فيديو قديم لاعتداء رجال الأمن العام على مطلوب وضربه بهمجية وشتمه بألفاظ نابية، يبقى التساؤل ما بين الأدوار والمهام للأمن العام والحقوق والواجبات وصيانة كرامة المواطن.
فرط في استخدام القوة في إطار الحالات الفردية، خاصة بعد زيارة الملك عبد الله بن الحسين إلى مديرية الأمن العام ومطالبته الملحة لمحاسبة من يتعدى على القانون. ونبدأ مع السيد باسل الطراوني. سيد باسل، شفنا التقرير، حابين نعرف رأيك بالمحتوى والمضمون، خصوصا كنا في معيتكم في زيارة مركز وتأهيل سواقة، وكنتم أمس في زيارة لإدارة دائرة المخابرات العامة في لزيارة مراكز التوقيف هناك. جولاتكم الميدانية متعددة هالفترة، مكثفة، ما أهميتها ولماذا الآن؟ شكرا أخت عبيدة، وأرحب معك بسعادة الأخت تغريد جبر المتخصصة في هذا المجال أكثر مني. حقيقة لماذا الآن؟ إحنا باستمرار على اطلاع على كافة المنشآت الرسمية وتطبيق حقيقي لأفضل المعايير في جانب حقوق الإنسان، وإحنا بجوز بزيارة السواقة لما اصطحبنا أكثر من 45 مؤسسة معنية بحقوق الإنسان ومتخصصة حقيقة، سواء كانت مؤسسة دولية أو مؤسسات هيئات دبلوماسية أو مؤسسات مجتمع مدني. حقيقة تنوعنا بآلية الاختيار لزيارة المركز من أجل اطلاعهم الحقيقي ومن أرض الواقع ومن الميدان على كافة الإجراءات المتخذة والواقع السجني الموجود والبيئة السجنية والإجراءات والبنية التحتية. هذا سلسلة واستكمال للعديد من الزيارات اللي نظمناها بالتعاون والتنسيق الكامل المشترك مع مديرية الأمن العام، وهذه هي حقيقة توجهات الدولة الأردنية في إتاحة المعلومة من بكل شفافية وبكل مصداقية، مع حقيقة يعني أخذ العبر والدروس من تلك الأحداث وتلك الأخطاء من خلال هذه الأحداث التي حصلت في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، لأنه الشغب وحالة الهيجان والسلوك والانعكاسات السلبية بالتأكيد لابد من يتوجب علينا إطلاعكم عليها ميدانيا. طبعا. وكنا حقيقة من اليوم الأول قبل هذه الزيارة، من اليوم الأول كنا قد يعني عرضنا أوراقنا فوق الطاولة وتحدثنا بكل شفافية وبإحصاءات وبأرقام حول ما جرى وما سيجري من إجراءات تمام قانونية. سيد باسل، لكن ومتابعة أود أن أسألك قانونية. لماذا زرتم دائرة المخابرات العامة وتحديدا مراكز التوقيف؟ بالتزامن مع زياراتنا الميدانية الاطلاعية، هذا ما تخصص بمركز سواقة ومراكز إصلاح وتأهيل يختلف حقيقة عن زيارتنا بالأمس عن مركز توقيف المخابرات، لأنه بالأمس زرتك بصفتي رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان ومعي أعضاء اللجنة، وكانت حقيقة ضمن الزيارات الدورية اللي بنقوم فيها لتفقد بعض الإجراءات، وإحنا على مستوى رسمي نحن أيضا لدينا رقابة ذاتية ونقوم حقيقة بمراجعة إجراءاتنا وتشريعاتنا ومراجعة كافة الإجراءات المتخذة داخل مراكز التوقيف وداخل مراكز الاحتجاز وداخل مراكز الإصلاح والتأهيل. بالأمس حقيقة زيارة نوعية، اطلعنا على مجموعة الملاحظات التي قد وصلت إلى الحكومة من خلال استعراض الدوري لتوصيات المركز أهم الوطني. أهم الملاحظات سيد باسل، توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان، وتلك الملاحظات أيضا التي تأتينا من مؤسسات دولية كالصليب الأحمر. نحن نعالج بعض الإجراءات بالتنسيق المشترك مع أصحاب الاختصاص في تلك المنشآت والمؤسسات الرسمية والأمنية. نعم. وقد راعينا مسألة يعني حقيقة إيلاء مركز التوقيف الأهمية الكبرى، لأنه في النهاية هو مركز توقيف، وبتعرفي أنه نزلاء مركز توقيف المخابرات موجودين في يعني مراكز احتجاز معزولة، فبالتالي كان واجب أن نستفسر ونسأل كل فترة عن هذا الأمر. ما وجدنا حقيقة شيء يعني يلبي طموحنا جميعا
من حيث البيئة السجنية المناسبة، من حيث مجموعة الملاحظات المنفذة، أيضا مجموعة التوصيات التي كانت قد صدرت عن توصيات المركز الوطني تحديدا، كانت قد عولجت، انشغل عليها وعولجت. نعم. وأيضا هنالك بعض الملاحظات اللي استمعنا من النزلاء بشكل شخصي وبشكل يعني فرادة. طب احنا سمعنا منك شو ملاحظاتهم؟ وسمعنا منهم يعني مثلا كانوا يطالبوا بزيادة مدة التشميس بساحات التشميس، وهذا يعني مطلب نقلناه لإدارة مركز التوقيف إدارة المخابرات، وكانوا يعني أذانا صاغية حقيقة لتلك الإجراءات المطلوبة. أيضا يعني زيادة مدة زيارة الأهل للموقوفين، وأيضا نقلناها بكل أمانة هنالك طول مدة التوقيف. وبالمناسبة يعني أكثر مدة توقيف في مركز التوقيف المخابرات 90 يوم. العدد الموجود حقيقة التقينا مع يعني معظمهم واستمعنا بشكل منطقي وبحوار موضوعي حول مجموعة الملاحظات. يعني مجموعة من الملاحظات، مجموعة من الإجراءات درستوها شفتوها. نعم، طلعنا من الواقع وكتبتوا فيها. وكتبنا طيب فيها سيد باسل، نشوف رأي الأستاذ تغريد. مجموعة من الملاحظات ناقشناها هلأ مع نحكي فيها المركز بشكل مفصل. أستاذ تغريد، رأيك في الزيارات الميدانية الحالية اللي بيقوموا فيها، زائد أنه هناك بهاي الفترة عم نرصد موضوع المكاشفة، موضوع الصراحة على مستوى مراكز الإصلاح والتأهيل أسواق نموذجا، أيضا زيارة المنسق الحكومي لمركز التوقيف دائرة المخابرات العامة. كيف تقرأين هذا المشهد وأنتم كمان يعني الذراع المساند أو الأيمن في هذا الموضوع؟ شكرا أستاذ عبيدة على طرح هذا الموضوع اللي بيجي بتوقيت مهم وفعليا بلامس، خلينا نحكي، اهتمام كل الأردنيين بهاي اللحظة، لأن كل الأردنيين حريصين على قوة وحصانة جهاز الأمن العام، وكل الأردنيين فعليا بهمهم أنه هذا الجهاز يكون عم بيشتغل وفقا لأعلى كفاءة ووفقا لاحترام إنسانيتهم ووفقا لاحترام حقوق الإنسان، بما يضمن يعني سلامة الجميع وبما يضمن أمن المجتمع الأردني بشكل أساسي. فيعني كلنا مع هذا الجهاز وكلنا لدعم جهاز الأمن العام بشكل أساسي ليقوم بعمله وفقا لأسلوب صحيح، خلينا نحكي، في التعامل مع كافة الأحداث اللي رصدناها في الآونة الأخيرة. الزيارات سواء اللي عم بيقوم فيها سيادة المنسق العام لحقوق الإنسان أو المركز الوطني أو غيرها من الجهات المناط فيها القيام بهذا الدور، هي ضمانة أساسية لحماية حقوق الأشخاص اللي موجودين في أماكن الاحتجاز. أماكن الاحتجاز وأي مكان مغلق لا يستطيع الأشخاص مغادرته للتوجه لخارج العالم وتحت سيطرة جهة معينة، لابد الأساس في ضمان حماية حقوق هذه الفئة هو الانفتاح على العالم الخارجي. نعم. والزيارات الميدانية هذه تشكل أو تعد أحد أدوات الانفتاح على العالم الخارجي، فلا بد فعليا من القيام بها بشكل دوري، ولا بد فعليا من القيام بها بشكل صحيح ومنهجي وشكل قادر على أن يبحث وأن يطلع على خلينا نحكي خفايا الأمور التي قد تكون قد تحدث في بعض الأحيان. نعم. في بعض هذه طيب المراكز. أستاذ تغريد، يعني الخفايا والمكاشفة فيها صراحة حتى مع الإعلام، لما كنا في معيته السيد باسل لأسواق زي ما هلأ عم بيطلعوا على الشاشة، كان هناك مكاشفة واضحة وصريحة عن يعني تحدث السيد عبد الله البدور عن الاعتداءات الجنسية من قبل الزملاء على بعضهم، النزلاء على بعضهم، أيضا من باب صنع حتى الجوكر، اللعب بالقمار، موضوع التنمر بين بعضهم وإيذاء أنفسهم للنزلاء. هاي المكاشفة تعرض برأيك للرأي العام، ما هو المطلوب لاحقا مثلا؟ مهم جدا. اول شيء اسمحي لي كمان انه انا احيي جهاز الامن العام على هاي المكاشفه وعلى هاي الصراحه. يعني احنا لما رحنا على الزياره الميدانيه عرض علينا ما حدث من احداث بتفاصيل التفاصيل. نعم. وفتحت لنا جميع المهاجع وفتح لنا السجن بكامله او مركز الاصلاح والتاهيل بكامله، ويعني لحتى انه نطلع على الواقع اللي موجود، وفعليا الواقع لم يكن مجمل يعني في تلك الزياره كما هو. يعني احنا زرنا كثير سجون وبنعرف امتى السجن بيتنظف لاجل الزياره وامتى الامور بتترتب لاجل الزياره، لكن زيارتنا للسواقه بهاي المره كانت فعلا
على الواقع، وهذا الشيء أنا بحيي جهاز الأمن العام عليه. وخليني أقول شغلة تانية، إنه إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل كانت دائما على علم وعلى دراية بالمشاكل اللي موجودة لديها، وكانوا دائما لديهم الجرأة على أنهم يعترفوا إنه نحن لدينا العديد من المشاكل، خلينا نقول، وهذا شيء طبيعي. يعني إذا بدنا نيجي نطلع إحنا على السجون بالأردن، السجون بالأردن حاليا عم بتعاني من اكتظاظ، وظاهرة الاكتظاظ تعني الضغط على كافة الخدمات اللي موجودة داخل السجون، وتعني أيضا الضغط على فكرة السلامة والأمن داخل السجون، سواء للنزلاء للسجناء الموجودين أو للعاملين داخل هذه السجون. ما يجب أن يحصل الآن هو فعليا تقييم واقعي وعملي لما حدث، دراسة الأسباب، الوقوف عليها، وأن يكون هناك إرادة سياسية، وأنا ما عنديش أي شك بوجود إرادة سياسية للإصلاح وللتطوير بالضبط، للإصلاح وللتطوير في هذا الإطار، وأيضا أن يكون هناك دور لدعم هذا الجهاز على أن يقوم فعليا بدوره بالشكل الأمثل وبالشكل الأنسب، ولتبني لنهج جديد ربما يتعلق بمواضيع مكافحة الفساد، يتعلق بمواضيع أخرى ممكن نحكي عنها بالتفاصيل. طيب أستاذ تغريد، أنتوا لكم شغل كمجتمع مدني ومنظمة يعني دولية للإصلاح الجنائي، يعني لكم فترات طويلة عم تشتغلوا مع جهاز الأمن العام، هل كنتوا عم بتشوفوا هاي التجاوزات، هاي الثغرات موجودة، وين كان دوركم فيها فعليا؟ اسمحي لي أشخص لك الواقع بالأردن فعليا وشو وقراءتي للي قاعد عم بيصير حاليا بهاي المرحلة. هلا على مدار سنوات، واحنا بتربطنا شراكة عمل طويلة مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومديرية الأمن العام، كان في فعليا يعني نهج مستمر للعمل وللتغيير وللتطوير. خلينا نحكي من 2004 ربما، وكانت ايضا باراده جلاله سيدنا عندما وجه، بس كان يمكن ما ظهرت كل هاي الاشكاليات. لا، ما هو خلينا نكون واقعيين احنا في تعاملنا مع الموضوع. هلا كان في تطوير ماشي على وتيره عاليه وعلى سرعه عاليه بهذا الاطار، وحصل تغييرات جذريه. يعني بتطلع على منظومه السجون بالاردن قبل 2004 وبتطلع عليها بعد 2004، بقدر يقول قديش صار في تغيير وقديش في نقلة نوعية. وكان في نقله نوعيه، واستمرينا بهذا النهج، وعمرها السجون ما كانت عندنا مكتظة لقبل سنتين تقريبا، لحد ما بلشنا نعاني من موضوع الاكتظاظ بالسجون والضغط على البنية التحتية الخاصة بالسجون تحديدا، خلينا نحكي، وبمراكز الإصلاح والتأهيل، وبالتالي الضغط على الكوادر والضغط على غيرها، وبلشت تطلع لنا مشاكل كثيرة. جزء منها زي ضمن موضوع المكاشفة يلي احنا شفناه، انه كان في للأسف هناك إهمال من بعض العاملين في المركز، مركز إصلاح وتأهيل السواقة، وهذا كان مش كلامنا، هذا كان كلام مدير المركز اللي قال إنه إحنا كان في عنا خلل في إدارة السجن لمرحلة من المراحل اللي أدى لإنه خلينا نحكي الأمور تتفاقم وللأسف توصل لما وصلت له من الأحداث اللي حصلت، من أحداث الشغب وحرق السجن وغيرها يلي تمت في المرحلة الأخيرة. أنا أعتقد أنه إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تحتاج الآن إلى أن تقف وقفة، تقيم الواقع، ونرجع نشوف وين مواطن الخلل اللي صارت، وليش إحنا عم نرجع لورا مش عم نتقدم لورا. طيب نسأل السيد باسل. سيد باسل، برأيك لماذا قد حدث الخلل؟ يعني كما تحدثت الأخت تغريد، هذه تراكمات بالمناسبة، سلسلة أخطاء جزء منها قد عولج ضمن المراجعات الدورية لإجراءات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى مديرية الأمن العام، وأيضا من خلال وجود بعض الثغرات في بعض الأماكن، تحديدا مركز إصلاح وتأهيل السواقة، كونه يعني مركز مفتوح، يعني ساحة التشميس فيها ممكن كافة المهاجع أن يلتقوا أعضائها بدون تصنيف للجرم ويلتقوا يعني مع بعض، وهذا كان أحد أهم وأبرز الأسباب اللي أدت لحالة الهيجان في مركز إصلاح وتأهيل السواقة، وهذا بالمناسبة كان له أيضا تبعات، وكان له يعني سابق حصل بشهر 9 بس ب 22/8 كان هنالك أيضا يعني بعض أعمال الشغب في هذا الأمر تم السيطرة عليه. المهم في الأمر أنه المشكلة حصلت، ماذا بجعبتنا من إجراءات وحلول، وماذا في جعبتنا من طرق للعلاج. نعم، ويجب أن يكون هنالك طرق مبتكرة. نعم، أنك حينما تراجع الإجراءات فإنك تبتكر
جملة إجراءات يعني إصلاحية تدخل في نطاق التطور. كل اللي شاهدناه من مضبوطات، من حرق للمهاجع، من بعض أعمال الشغب، بعض السلوكيات، بعض السلوكيات اللي مثل ما تفضلت أخت تغريد أثرت على واقع الخدمات، حتى ذلك الامر وقع. طب سيد باسم، مش كان في زيارات سابقه مثلا واطلاع دائم على واقع البيئه السجنيه مثلا؟ بالتاكيد هنالك زيارات تفقديه، زيارات اطلاعيه. طب ما هنالك زيارات رصديه تقوم بها مؤسسات ومنظمات دوليه. الان هلا تراكم بهذا المركز كما ذكرت، هنالك يعني جمله من الاعتبارات في مقدمتها انه يعني هنالك خلل في البنيه التحتيه في موضوع فتحه على كافه المهاجع وليس متخصص لكل مهجع، وهذا بجوز يعني احنا طلعنا عليه في معيتكم وشفنا والتقينا مع النزلاء، وكان النزلاء يحكوا في نفس الموضوع، النزلاء انه ما في فصل في نوعية الجرم حكوا فيها يعني. نعم، كنا بجوز أخت تغريد تحكي بهذا التفصيلات أكثر من باب التقنيات والفنيات، لكن هذا الأمر. لكن بأمانة اليوم يعني جهاز الأمن العام أخذ ذلك عبرة ودرس تماما، كما هي سلسلة مراجعاتنا. صحيح. اليوم نشهد تطور حتى في طرح القضايا الدامجة والمواضيع الدامجة طرح على الرأي العام بكل شفافية وبكل موضوعية. نعم، ما يعني ما يمكن أن يتسلح به النزيل من علم ومعرفة وثقافة. نعم. وحرفة ومهنة حينما يعود إلى المجتمع صالحا ومنتجا ومؤثرا وفاعلا في مجتمعه وليس منبوذا. هذا ما يعني حقيقة ما هو فكرة يمكن الإصلاح، من خلال البرامج، ما فكرة الإصلاح والتأهيل، الاعتراف بالخطأ ابتداء، فتح الملفات، وضع المختصين بصورة ما حدث، وهذا ما حصل. سيد باسم، مش كانت الملفات تفتح من قبل من خلال الزيارات والرصد؟ بالتأكيد. كان يتم مثلا عملية تقييم حتى لو كانت داخلية ما بنعرف عنها كرأي عام؟ وكان هنالك عملية تفتيش. ليش الأحداث السواقة يعني ب 22/8 كان هنالك يعني فرق تفتيش حسب قانون مراكز الإصلاح والتأهيل قاموا بتطبيق القانون. نعم. منهم من اعترض و يعني تم يعني تشكيل حقيقة يعني نوع من التحالف. نعم. ضد رجال الأمن داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. وهذا ما أدى إلى سرعة الهيجان، والدليل أنه هنالك المئات من النزلاء من تم الاعتداء على حقوقهم من قبل يعني هذه الفئة التي استقوت على الضعفاء. ومع ذلك نراعي مسألة التعامل الإنساني، الحفاظ على الكرامة الإنسانية حتى مع من هم أشد خطراً في مراكز الإصلاح والتأهيل. بالمناسبة بس عشان نحكي بالمحاور الحلقة، الفرق الثلاث الذي قامت بالمداهمة وحفظ الأمن والنظام. المداهمة من وين؟ حفظ الأمن والنظام. نعم. مداهمة الهيجان وفض أحداث الشغب. فرق ثلاث من الأمن الوقائي ومن البحث الجنائي ومن إدارة المخدرات، وكان هنالك فرق متخصصة. أنا تحدثت في برنامج إذاعي عن نوعية الفرق المتخصصة، الأفراد كانوا مدربين حقيقة على يعني معايير التفتيش ومعايير المداهمة الحقيقية، قوة الرد السريع والأسلوب النوعي. كانت هنالك لواء الصحراء كان يحرس المركز إصلاح وتأهيل من الأبواب الخلفية، فبالتالي لم يدخل إلى داخل السجن ومع داخل المركز إصلاح، ومع ذلك كان هنالك استقواء حتى على رجال من يطبق القانون. مع ذلك نقول علينا أن نستمع أيضا إلى النزلاء. طب استمعنا للنزلاء ملاحظاتهم من خلال الزيارة، والأهم تطبيق المعالجة. طيب، على بدي أسأل أستاذ التغريد، يعني هناك الملاحظات اللي إحنا شفناها بالتقرير إنه النزلاء بيطالبوا بالتوعية القانونية وتبعات المحكومية ومعرفة الإجراءات، وهذا حق من حقوقهم، ورصدنا حقيقة إنه أكثر من نزيل لا يعلم يعني وجوده من ناحية قانونية، التنفيذ القانوني الإجرائي الإداري. وين دوركم كمان؟ عم بطلبوا مثلا المساعدة حتى من باب المساعدة القانونية، دفع الغرامات والرسوم عنهم، أيضا موضوع التصنيف إذا كنتوا عم تتواصلوا مع إدارة المراكز الإصلاح والتأهيل إنه ما في تصنيف لإلهم في المهاجع. وأيضا أحد النزلاء اشتكى بأن هو موجود حاليا طلب إنه يكون بالحجز الانفرادي
لكن غير راضي عنه نتيجة إشكاليات موجودة في المهجع اللي بدهم يحطوه فيه. قديه عم تتواصلوا بهاي الأمور من ناحية إنسانية من ناحية حقوقية مع مركز الإصلاح والتأهيل؟ خلينا أقول لك إنه هاي المشاكل اللي طرحتيها جميعها هي مش بعيدة عن أي جو من أجواء مراكز الإصلاح والتأهيل أو السجون، سواء بالعالم أو حتى بالأردن. موضوع التوعية القانونية ويمكن هاي هي بتكون مداخلنا لأنه كيف إحنا ممكن إنه نشتغل على تطوير الوضع يعني نتجنب إنه يحدث شيء مماثل في المستقبل. موضوع التوعية القانونية موضوع جدا مهم، هو حق وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل كفل ذلك، وورد فيه نصا وصراحة على إنه لابد من أن يتم إبلاغ النزيل عن تهمته، عن حقوقه واجباته، عن الأمور المختلفة. وإحنا بنمشي بالمركز إذا بتتذكري عبيدة شفنا إنه واجبات وحقوق النزلاء كانت معلقة على كل مكان، وفي فعليا كمان كتيبات بتنعطى لهم. هلا مش الكل بقرأ، مش الكل بس عنده كل واحد يعني كل نزيل حسب قضيته صحيح الكيس اللي هو عايشها. وهون بيجي دور جدا مهم اللي هو دور المساعد القانونية داخل السجون، واللي هو مش المفروض تقوم فيه مراكز الإصلاح والتأهيل، اللي المفروض أنها تقوم فيه الجهات الأخرى، سواء مؤسسات مجتمع مدني، سواء نقابة المحامين أو غيرها من الجهات. هل في تفاعل بهذا الموضوع ما بين مراكز المساعدة القانونية والنزلاء في داخل إحنا مراكز بنتمنى الإصلاح؟ وفي نماذج موجودة حاليا بالأردن، ما في عندنا برنامج مثل هيك، لكن إحنا كمنظمة على سبيل المثال عم نشتغل حاليا ببلد زي المغرب على أنه نستحدث مكاتب مساعدة قانونية داخل السجون. يعني شوف، وهذا كان بطلب من إدارة السجون بالمغرب، لأنه هذا قديش ممكن أنه يغير موضوع التصنيف تحديدا. وإحنا بنسمعها من كل الناس، يعني كثير ناس بتدخل على السجون بتطلع وبتقول لك أنا حطوني مع تاع المخدرات، لأنه التصنيف اللي معتمد في الأردن هو التصنيف على مستوى الخطورة الجرمية وليس على طبيعة الجرم. والخطورة الجرمية ولو فعلا التصنيف كان مطبق 100% كان حالات التنمر اللي احنا حكينا عنها ما كان صار منها هذا الحكي، لأن الخطورة الجرمية بتأخذ قديش مدى انه هذا الشخص ممكن يكون خطر على نفسه وعلى غيره من الأشخاص. فبالتالي أنا ممكن يجيني شخص مرتكب لجريمة مخدرات لكنه يكون من الوداعة بسلوكه أوكي بنفس المستوى يلي شخص منتكب جريمة مالية، وللأسف إنه شفنا كمان إحنا، وهاي يمكن القضايا لازم ينحكى فيها، اللي هم الناس اللي موجودين على الشكات وغيرها، واللي أنا أعتقد إنه مكانهم هو ليس الاحتجاز. وربما هذا بقود لفكرة حديثنا عن ضرورة إنه إحنا ما بنقدر نطلع على السجون بمعزل عن إنه نطلع على كل منظومة العدالة، عن العدالة الجنائية. يعني حكاها عبد الله بيك، قال إحنا بننفذ أوامر، أنا بجيني أمر إيداع بدخل، بجيني أمر إفراج أنا بدخل، لكن مين اللي عم بيرسل للسجون؟ القضاء ومنظومة العدالة الأخرى. هذه كمان جوانب أخرى لابد من أنه نطلع عليها، فممكن ينحطوا مع بعض لأنه فعليا هم اثنين مستوى خطورتهم هو طيب. بنفس أستاذ التغريب المستوى. دوركم وين بهاي المواضيع الخاصة بالنزلاء ووجود بيئة سجنية إيجابية بالنسبة لهم؟ دورنا يا سيدتي أنه نقدم الدعم الفني والتقني لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على أنها تتبنى سياسات وبرامج عمل من شأنها إنها أول إشي تضمن حقوق هدول الأشخاص، تضمن الأمن والسلامة داخل السجون، وتضمن التعامل وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وخليني أحكي شغلة كتير مهمة بهذا الإطار. أنا طلبت من إدارة السجون أني أطلع على معايير استخدام القوة اللي هو وفقاً زي ما حكى السيد باسل قبل شوي، ومعايير فض الشغب وغيرها، وقارنتها بالمعايير الدولية اللي موجودة، ووجدت أنها تتطابق بنسبة 100% بما هو موجود في هذه المعايير من ناحية الإجراءات ومن ناحية غيرها. لكن واحدة من الأشياء اللي انذكرت كمان في التقرير اللي حضرتك ذكرتيه اللي هو التنقل والتغيير لضباط المراكز بشكل أساسي، رح نحكي فيه أستاذي تغريد لكن بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا ونتابع مع ضيفينا الكريمين. سيد باسل، موضوع التنقلات لمراتب الأمن العام ما بين مراكز الإصلاح والتأهيل وغيرها من ناحية حقوقية وتأثيرها على المستفيدين منها، بتشوفها إيجابية أم سلبية؟ يعني هي بالخيارين، موضوع التنقلات موضوع صحي،
لكن إذا كان موضوع يعني شبه عقاب في إجراء تلك التنقلات فهذا يدخل في نطاق سيادة القانون وإجراء والإجراءات القانونية اللي تحققت ما بعد أعمال شغب سواقة. بالتأكيد لجنة التحقيق المشكلة بقرار من مدير الأمن العام وهنالك عضو من المركز الوطني لحقوق الإنسان يتمثل بفعاليات هذه اللجنة بصفته مراقب تحقيقا لقانونه، فبالتالي هذا ما يعطي الأمر أكثر شفافية. لكن هنالك إجراءات أولية حقيقة يعني صدرت بحكم القانون في إطار تحويل عدد من مثيري الشغب إلى المحاكم المختصة، وأيضا تحويل عدد من العاملين في إدارة مراكز إصلاح وتأهيل أيضا إلى التحقيق من البحث الجنائي. هذا ومن البحث الجنائي، هذا كله يصب في إطار حماية الكرامة الإنسانية وفي إطار أهم وهو سيادة القانون وتطبيق القانون، هذا وعدم الإفلات من العقاب. هذا الأمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لأننا في حالة ترقب قانوني حقيقة لما يجري، فبالتالي ما تصدر المشهد هو القانون وسيادة القانون، وعلينا أن نستفيد من هذه طيب الدروس سيد باسل يعني ونبني اللي عليها نعم. المعالجة الحقيقية للسلبيات التي حصلت سواء من إدارة الأمن العام بشكل تمام. عام أو من خلال لكن الملاحظات والشكاوى. التنقلات التي شملت الكثير من مواقع الأجهزة الأمنية وقد طالت الجميع، لكن ما بعد ذلك حدث ما حدث من اعتداء مجموعة من البحث الجنائي على أكاديمي في مكان عام، هل كان معناته التغيير في محله أم كان هناك مثلا عدم تقييم واضح لموضوع التنقلات؟ لا سيدتي، هذا حادث أيضا يعني أنا ما يؤسفني أن أتحدث أنه حادث يعني فردي، وهو بالتأكيد حادث فردي ومنفصل بتاتا عن جهود الحقيقية لجهاز الأمن العام ورسالة الأمن العام ورسالة تحقيق الأمن والسلام وتحقيق حقوق الإنسان للمواطن في الحفاظ على أمنه واستقراره وحمايته. طيب سيد بس كان مجموعة، لكن يعني ما كان شخص واحد وتكررت. وأيضا 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 وأيضا, وأيضاً هنالك تحويل لمحكمة الشرطة عدد من الضباط بالسابق لقضايا يعني أثارت الرأي العام أيضا وأثارت الرأي الإنساني ابتداء، حولت إلى القضاء وننتظر حكم القانون وحكم القضاء. أيضا هذا الواقعة الفيديو اللي تحدثت فيه حضرتك واقعة الرمسة أيضا تم إجراءات قانونية صارمة بهذا الإطار. هذا هو الحفاظ على القانون والحفاظ على المواءمة ما بين حفظ الأمن واحترام حقوق الإنسان. نعم سيد باسل، هذه رسالة الدولة. الآن استمعت اليوم أنه تم تحويل عدد من الضباط إلى محكمة الشرطة ممن شوهدوا بهذا الفيديو. عن تحويل 13 شخص إلى التحقيق ومنها إلى القضاء، واليوم وزير الداخلية أعلن أنه تم تحويل 4 منهم. يعني شو الفرق ما بين البيان الأول والبيان الثاني مثلا في أنه يتحول للتحقيق، ولا في إشي منه بروح للتحقيق ولا إشي بروح منه مثلا للتوقيف؟ شو اللي بصير بالضبط؟ يعني القضاء يستمع، المدعي العام يستمع. نعم. يعني إحنا ما بصير ندخل بتفاصيل العمل القضائي، لكن بالشكل العام هذا إجراءاتي، ممكن يستمعوا لشهود، ممكن يتبين لهم بعد فترة يعني هذا تحقيق. الأهم معاقبة الجاني، يعني إحنا في النهاية ننتظر حكم القانون. نعم. هذه الإجراءات كيف يحققون ومن يستدعون للشهادة وتبيان الأمور، إجراءات التقاضي إجراءات مع ضمانات التقاضي. المحكمات العادلة، لكن هناك ضمانات حقيقية. نعم. زيارة جلالة الملك إلى جهاز الأمن العام أهم ضمانة حقيقية من رأس الدولة، من الإرادة السياسية، احترام وسيادة وتنفيذ احترام الإنسان القانون. بداية واحترام صح. الأمن أيضا. نعم. أيضا في المقابل علينا إجلال الدور الأمني طبعا اكيد، جهودهم مثمنه شاهدناه ومشكوره. نعم. احداث مرت في العالم العربي وهي احداث الربيع العربي، كان الاردن حقيقه نموذجي ومتميز في رسالته الامنيه وايضا بالانضباط الوطني لدى العاملين في الجهاز الامني والمواطنين بشكل عام. اكيد سيد باسل، واسال استاذه تغريد رايك في الحالات تحت مسمى انها فرديه من البحث الجنائي على الاكاديمي، وهل سنبقى نتحدث على انها حالات فرديه رغم تكرارها؟
طبعا هو يعني كلنا حزينين واحنا بنتحدث عن هيك حادثه، وكلنا يمكن كمان كنا حزينين واحنا عم بنشوف فيديو زي هذا عم بينعرض على وسائل التواصل الاجتماعي، واللي كان واضح وما فيه لبس لبشاعه الاعتداء يلي صار في ذلك الاطار. لكن انا برضه برجع باكد وبقول انه كشخص اشتغل مع الاجهزه الامنيه لفتره طويله، لا يوجد يعني هاي الاعتداءات ليست لا تمثل سياسه لدى جهاز الامن العام، هي ليست سياسه ابدا. هناك ممارسات، هناك ممارسات، هناك انتهاكات، هناك انتهاكات، ويعني ربما بيرصدها زي ما حكى باسل بيك تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، بيرصدها عدد الشكاوى والدعاوى اللي موجودة أمام محكمة الشرطة أو غيرها، وهناك أيضا حالات ربما لم يتم التبليغ عنها بشكل أو بآخر. يعني ما في حدا، يعني هذا يعني جهاز الأمن العام هو ليس بمعزل عن أنه يصير فيه مشاكل، وليس بمعزل عن أنه يصير فيه فساد، لكن فعليا ويمكن هاي رسالة أنا فعلا بحب أوجهها لسيادة مدير الأمن العام تحديدا بهذا الوقت، هو عدم الإفلات من العقاب. يعني الشعب الأردني كليته حاليا زي ما شاف الفيديو، الشعب الأردني كليته عم بينتظر أنه يشوف شو مخرجات ما حدث التحقيق ومخرجات ما حدث، وكيف سيتعامل هذا الجهاز مع الأشخاص الذين اعتدوا على القانون والذين لم يحترموا أصلا أنهم جزء طيب من جهاز. طيب أستاذة تغريد، أثرتي عندي سؤال مهم للسيد باسل، يعني من خلال الحالات حتى السابقة مثلا كثير عم نسمع، حتى لما قرأنا تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، هناك حالات تحت مسمى فردية كانت للتحقيق ومن ثم حولت إلى المحكمة الشرطية، مش عم نسمع قرار حكم من فترة أو خبر إنه تم الحكم عليه مثلا بواحد اثنين ثلاثة حتى يكون عبرة والناس ترتاح وإعادة الثقة الكاملة. أين توثيق أو إنه نسمع عن قرار حكم في المحكمة الشرطية؟ أيضا أنا يعني أنضم وأضم صوتي لصوتك، نحن نعم بانتظار تلك الأحكام، وأنا يعني بالآليات التنسيقية مع جهاز الأمن العام سألت قبل فترة، وحتى عطوفة مدير الأمن العام استفسر عن بعض القضايا إنه شو صار في أحكامها مثلا، يعني كان الجواب ما زالوا يستمعوا وبيطلبوا عدد من الشهود كضمانات للمحاكمة العادلة. حقيقة لا نستطيع أن نتدخل بالجهاز القضائي نعتز فيه ومنجله، ونحن معكم ننتظر تلك الأحكام، لكن ما يهمنا حقيقة يعني في منها إلى سنوات سيد باسل. نعم في 3 سنوات وفي 4 سنوات مش عم نسمع أي خبر إنه في قرار حكم. مزبوط، وفي المقابل في قضايا عديدة في لدى المحاكم الأردنية صار لها 10 سنوات و 11 سنة ايضا، يعني لازم كما بالتوازي نحكي عن ذلك الامر. القضاء لا سلطان عليه، نحن ننتظر حقيقه حكم القضاء، ولكن علينا ان نراجع اجراءاتنا وان نراجع تلك الدروس وان تصدر التعاميم والبلاغات المنفذه على ارض الواقع. شو اهم الدروس سيد باسل؟ الحقيقه انه عدم الاساءه لهذا الجهاز بالأسلوب المنطقي، بمعنى أننا يجب أن نعمل ونعكس الصورة الحقيقية، وهذا ما يقوم به الحقيقة جهاز الأمن العام كما تحدثت الأخت تغريد في إطار عمله الحضاري والإنساني والقانوني والأخلاقي والأمني والاستخباري أيضا. لكن إحنا في المقابل علينا أيضا أن يعني نساعد هذا الجهاز في قيام بدوره، وأيضا على الجهاز أن يراعي مسألة يعني تقييم تطبيق القانون، تقييم وتطبيق وتنفيذ القانون. سيد باسل أسأل الأستاذ تغريد رأيك بموضوع ألا يوجد هناك رصد ومتابعة لقرارات المحاكم في المحكمة الشرطية، زائد أنه يعني ما هي أهم الدروس المستفادة وإذا ممكن سريعا؟ خليني أقول أنه موضوع الرصد فعليا أنا لم أرصد أي شيء، وهناك جهات مكلفة ربما بموضوع الرصد بشكل أساسي، ولكن على جهاز الأمن العام زي ما عم بيكاشف الناس في المشاكل الحاصلة أن يكاشفهم أيضا بالنتائج ما توصلت إليه القانون، وأن يؤكد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب. الناس لما بتشوف أنه ما في إفلات من العقاب ثقتها
المطلقة زي ما حضرتك حكيتي بتزيد بهذا الجهاز، وإحنا هذا اللي بدنا إياه. نحن لا نملك رفاهية إلا أن نثق بأجهزتنا الأمنية بالمرحلة الحالية. نحن يعني في منطقة مشتعلة من كل الجهات، وأمننا وسلامنا واستقرارنا هو نعمتنا الأساسية في هذه البلد، ولازم أن نحافظ عليها بأي شكل من الأشكال. الدروس المستفادة أنا بتقديري من حادثة سجن سواقة تحديدا، أو مركز إصلاح وتأهيل سواقة تحديدا، اللي هي والحوادث الفردية المختلفة، واللي يمكن مربوطة بموضوع التنقلات اللي حضرتك حكيتي عنه. هناك حاجة للتدريب المستمر لكوادر الأمن العام. صحيح هم بيتلقوا تدريب جيد على مستوى أكاديمية الشرطة وغيرها من المجالات المختصة ومركز تأهيل العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل، لكن هناك حاجة للتدريب المستمر، والسبب الأساسي هو التنقلات اللي قاعدة عم بتصير بشكل كتير كبير. فبالتالي انت معها أستاذة تغريد؟ شوفي، هي هاي سياسة جهاز، وهي ليست جديدة على جهاز الأمن العام. صحيح الثبات الوظيفي أفضل، لأنه الشخص لما يثبت وظيفيا في مكان واحد بيقدر أنه تراكم المعرفة بالضبط والخبرة وغيرها من هذه الأمور، لكن إذا كان هذا لابد منه خلينا نغطي الخلل اللي موجود بالتدريب المستمر. هاي واحدة من الأشياء. المسألة الثانية بموضوع السواقة اللي صارت، اللي هو التراكمات اللي حصلت، وللأسف تورط بعض عناصر الأمن في تهريب بعض سواء المواد أو التليفونات، يعني جهاز التليفون اللي تصور فيه، وإحنا عرفنا أنه للأسف تم إدخاله من قبل أحد العناصر مرتبات اللي بيعملوا في سجن السواقة. فبالتالي مسألة تطوير سياسات لمكافحة الفساد داخل السجون مسألة جدا مهمة، ولابد من العمل عليها بشكل أكبر، وتدريب العاملين. نتمنى أيضا على ذلك الموضوع. أستاذ تغريد، وآخر شغلة عبيدة واللي هي كتير مهمة وحكاها مدير المركز، لما حكى أنه المساجين قاعدين ما عم بيعملوا شيء، فاضيين. فكرة ملء وقت السجناء والنزلاء الموجودين بمراكز الإصلاح والتأهيل بأشياء مفيدة من شأنها أن تنعكس على إعادة تأهيلهم وإدماجهم مسألة جدا مهمة، وهذا العبء يجب أن لا يقع فقط على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وإنما المجتمع المدني يجب أن يكون شريك، والقطاع الخاص أيضا. طب هو مش شريك من البداية أو من فترة طويلة حتى يكون هناك برامج مثلا ملء الفراغ يشتغلوا على النزلاء؟ في بعض المؤسسات اللي قاعدة عم تشتغل، لكن إحنا الآن بصدد تطوير خطة عملية، خطة عملية فعليا هي لتطوير برامج إعادة التأهيل والإدماج داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وإن شاء الله رح نطلقها مع جهاز الأمن العام ومكتب الأمم المتحدة لمنع المخدرات والجريمة مع نهاية هذا العام، وبأمل ساعتها أنه يصير في خطة عمل واضحة تجذب الكل لحتى أنه يساهم في دعم هذا الجهاز. وبدي أأكد على دور القطاع الخاص بكل العالم. القطاع الخاص عم بيلعب دور جدا مهم بتشغيل السجناء. واحدة من المشاكل اللي لقيناها اللي قاموا بإحداث الشغب هم من الأشخاص المحكومين بمدة طويلة، وإحنا عرفنا أنه الأشخاص المحكومين بمدة طويلة ما بيستفيدوا من برامج إعادة التأهيل والإدماج يلي موجودة بالسجون بحكم أنهم محكومين بمدة طويلة، لكن هذا خلل. هؤلاء الأشخاص بالذات هم من يحتاجون لملء وقتهم لتفريغ طاقاتهم بشكل سليم. يعني مش عشان أحكام طويلة خلص نهملهم أو ما نسأل فيهم. هلا هم بيتمتعوا ببرامج المختلفة الترفيه وبرامج التوعية والدينية وغيرها، بس هدول الناس لازم تشتغل. طيب داخل السجن. ناخذ رأي السيد باسل، رأيك في الموضوع؟ أنا كمان أتفق تماما مع ما ذهبت إليه الست تغريد جبر كونها مختصة في هذا الأمر، لكن أيضا أضيف للخطط الموجودة يجب أن يكون هناك خطط مشتركة، خطط تدريبية ذات إطار زمني مبرمج مش موجودة قبل للعاملين الآن. تفعيل. لأن نتحدث عن تفعيل، لأنه أخذنا درس المفروض أنه في أخطاء واعترفت الأجهزة فيها، الآن هنالك خطط وقائية ماذا سنفعل. ما عاد في نوقف أو نرجع ريفيرس، يعني خطوة للوراء. الآن يجب علينا أن نتقدم بخطة تدريبية، أولا للنزلاء من حيث البرامج الترفيهية، البرامج الثقافية، البرامج التوعوية. إحنا في زيارتنا الميدانية تذكرونا جميعا أنه شاهدنا المدرسة والمكتبة والملاعب الرياضية وإلى آخره، ولكن هذا لا يكفي حقيقة.
يجب أن يكون هنالك إن الشغل يكون على الإنسان يجب داخل بالضبط يجب أن يكون هنالك خطط أكثر، وهذا ما تدرسه الآن الملاعب. ما تدرسه الآن لجان العمل في مديرية الأمن العام، وما استمعت إليه من عطوفة مدير الأمن العام على أن هنالك جدية حقيقية في إعادة قراءة ودراسة كافة البرامج المقدمة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لتكون نعم. أكثر موائمة حقيقة مع الإطار الزمني الموجود في هذا النزيل، فبالتالي يجب أن يكون يعني ملء الفراغ أكيد سيد يمكن بشيء نحن بحاجة إلى بشيء يستفيد منه حينما يعود إلى المجتمع. خطة موسعة لا تشمل فقط مراكز الإصلاح والتأهيل، وإنما تشمل يعني الأجهزة الأمنية كافة حتى ما نشهد بعد ذلك أي حالات تحت مسمى فردية في موضوع الاعتداء، وأنها توصل للتحقيق وتوصل للرأي العام بطريقة أنه نحن بحاجة فعليا إلى إعادة الثقة الكاملة. الثقة موجودة لكن نحن بحاجة إلى الثقة الكاملة، وفعليا راح يبين هاي الثقة ومعيارها ومحكها عندما نسمع هناك قرار من المحكمة الشرطية أنه تم المعاقبة، حتى يكون رادع وأيضا قدوة. نعتبر جهاز الأمن العام قدوة ومثمن وجهود جبارة ومشكور عليها، لكن بحاجة إلى يمكن بعض أنه استعادة كامل الثقة، ومن خلال حتى الموضوعية وطرح الأمور. يعني صرنا لما نسمع في مشكلة بالشارع بنحكى فيها بالإعلام وبصرح فيها مدير الأمن العام نفسه. فنحن لهون بدنا نختم حلقتنا معكم السيد باسل الطراوني المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، شكرا لك. وأشكر السيدة تغريد جبر المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، شكرا لك. شكرا لكم. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام حلقتنا، مني عبيدة عبد ومن أسرة العمل، في أمان الله.